بيطلع جبران باسيل جهبز دستوري بتعرف هو بيطلع على شو يجب إجراء تعديل دستوري ليكون في مهلة لرئيس الحكومة ليشكل الحكومة ولا مجبور يعتزل. إنه هيدي بالنسبة له خطوة إنقاذية على مستوى الفكر الدستوري. It's literally the stupidest idea I've heard in all my studies of constitutional law. هي سؤال أنت سعد الحريري سميت معك شهر لتشكل الحكومة مرق الشهر اعتذرت شو بصير afterwards؟ بيروحوا على حدا تاني لا بروح على نفس الشخص ما هو نفس برجع بجددوا له he tries again